في كل مرة يتم الحديث عن مستقبل غزة والضفة يذكر مصطلح حكومة تكنوقراط، خصوصاً هذه الأيام مع تزايد أخبار استقالة الحكومة الفلسطينية الحالية. فماذا يعني حكومة تكنوقراط؟ حكومة تكنوقراط ببساطة تشكيل حكومة كفاءات بغض النظر عن الانتماءات السياسية والحزبية للوزراء، وتلجأ لها الدول عندما تعاني من أزمات. وتكنوقراط كلمة يونانية من مقطعين تعني حكم المهارة. في الحالة الفلسطينية يقوم الرئيس باختيار رئيس وزراء لتشكيل حكومة من الكفاءات، ثم تقديمها للرئيس من أجل منحها الثقة في ظل غياب المجلس التشريعي المسؤول الأول في هذه الحالة. هذه ليست حكومة التكنوقراط الأولى في فلسطين إن تمت. في عام 2007 بعد الأحداث الأهلية شكلت حكومة وحدة وطنية تكنوقراطية برئاسة إسماعيل هنية، وبقيت على رأس عملها لمدة 3 أشهر فقط.